التسامح، التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح. كان عليه رحمة الله يرى في التسامح والتعايش أداة أساسية للتعبير عن الثقة. كان يرى أن التسامح هو تجسيد حقيقي لإيماننا بالله. وأعتقد دور مهم جداً علينا نحن كأبناء للشيخ زايد أن نرسخ هذا المفهوم. وأعتقد اليوم كل واحد منا يستطيع أن يمارس دوره في الإعلام الاجتماعي ويؤكد على مبدأ التسامح اللي احنا اليوم قاعدين نتمتع فيه. سيدي، أي حديث بعد هذا الحديث، وأي ذكر بعد هذا الذكر، فشمس زايد مشرقة ولن تغيب، وزايد حي ما مات.